يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظرية التي تقول بأن الإنسان كان قردا في الماضي ثم تحول إلى إنسان، كذلك هذا إلحاد وتكذيب لله عز وجل، هذا تكذيب لله. الإنسان ما هو أصل قرد، الإنسان أصل خلقه الله من تراب، خلق آدم هو أصل الإنسانية، خلقه من تراب، وهذا موضح في القرآن في آيات كثيرة. فهذا الملحد يكذب القرآن. نعم.